يا ابني شقه ايه اللي بتاعها؟ هو انت امبارح تقول لي عايزين نشتري شقه والنهارده عايز تبيعها؟ هو احنا حالتنا غير الشقه دي والمعرض والعربيتين والقرشين اللي مدورينهم في السوق؟ مفيش وقت تاني يا عطيفه، انا بامر الله هسكنك في فيلا. يا ابني وطي الهبات ده، مش عارف اتكلم مع تيتا. حاضر يا عم ما تزعقش. الله، انا شامم ريحه خير يا امه. امشي ورا احساسي. تمن الشقه على القرشين اللي في السوق هندورهم في مصلحه اكبر، وبامر الله هنقب تاني. ما احنا الحمد لله يا ابني، هو احنا غرقانين يا ست؟ حد يقول للفلوس لا؟ انا ما بقولش للفلوس لا، انا خايفه عليك انت. الاول كنت داخل السوق بصدرك عشان كنت بطولك، ما عندكش لا عيل ولا تايه. دلوقتي انت عندك ابنك ربنا يخليهولك، والقرشين اللي بيطلعوا من الشقه دول بره غدر السوق مضمونين يعني. والبلد اليومين دول اديك شايف على كف عفريت يا ابني. يا ستي خلي الباب موارب، انا عايزك ياما تبلغي السكان ان احنا احتمال ننقل الشقه اخر الشهر. ايوه جاي. ايوه يا تعالى. كسرت التليفون عليك رن، ما بتردش على التليفون ليه يا اخي؟ ليه في ايه؟ في كوارث بتحصل في الشارع. كوارث ايه؟ السوق بيضرب الاسعار، واضح ان في ناس قاصدين يحرقوا لنا البضاعه بتاعتنا. ليه؟ ما اعرفش، السوق كله نزلوا البضاعه ما عدا 3 4 محلات واحنا منهم. يا سلام عليك يا سهير وعلى علاقتك. لا صحيح، اهم من الشغل ظبط الشغل. ويا ريت عاجب. تعرف يا شعله، انا اللي زي هم اللي حظهم قليل في الدنيا، او النعمه عيني عليا. ليه بس كده يا حبه؟ وليه الرنه الحزينه دي؟ اصل اليومين دول طليقي عمال يحوم حواليا، خنقني في عيشتي. وعايز ايه منك؟ هو كده كل ما يضربه سلك ويلاقي نفسه معهوش فلوس يجي يهب عليا، وبيقول لي لو شفتك في الشارع هكب على وشك ميه نار. او النعمه حقه، مني وحدانيه ومنيش راجل يحميني. مين ده يا بت؟ انا عليا الحرامي اجيبهولك متعب هنا في شويه تحت رجليك يا حبي. تسلم يا شعله. بقول لك ايه يا حبي، انت هتكتب عليا امتى؟ هكتب عليكي؟ هكتب عليكي بصباع الروز ده بحبك. استنى استنى، موبايلك هيرن دلوقتي. لا ما خلاص، ما انا قفلته. مين اللي خبط ده يا بت؟ ها؟ تلاقيه بتاع الكهرباء. كهرباء؟ كهرباء بالليل يا سهير. انت بتخونيني يا سهير؟ انا بخونك ايه بس؟ امال مين اللي بيخبط؟ قومي قومي افتحي الباب. ادينا هنشوف، ادينا هنشوف مين اللي بيخبط. هدومك اسود. ليه بس اسود ليه؟ عدى قدامي. حاضر حاضر. يوه خليك انت هنا. يا نهار اسود. ايه؟ نعم زكريا. زكريا مين؟ استنى بس. في يا عم زكريا؟ اللي في يا عم زكريا؟ دي اللي همك قوي فيه كل خير يا حالتها، فيه ان الدنيا مقلوب عليك وانت رامي نفسك هنا. مقلوبة ايه وبتاع ايه؟ انت عرفت المكان هنا ازاي؟ يا سلام، هي دي اللي همك قوي؟ عرفت ازاي؟ رحت لاخوك اسال عليك، قال لي انك انت مرافق رقاصه واحد. بس يا بنت يا عم زكريا بس. عم زكريا بس. يعني مين دي؟ خليك معايا انا بس يا عم الحاج. واخرة الفيلم ده ايه؟ اخرة الفيلم ان شارع عبد العزيز كله مقلوب، التجار بيحرقوا علينا بضاعة. خليك معايا انا. عبد العزيز اخوك دماغه بيلف حوالين نفسه بيدور عليه، وانت قافل تليفونك. قافل تليفونك ليه عايز؟ خلاص بقى، هو تحقيق اتكلمت عليه وانا هاجي وراه. مش في ناس عايزينه؟ خلاص استناني تحت وهاجي وراك. استنى يا حبيبي. بس يا بيت عم زكريا ده المصلحه تبوظ. يلا يا ريس بقى. خلاص بقى يا ابو حنين. ايه وفي 60 داهيه يا شعلان. روح يا اخويا زكريا بتاعك. طب اخد الموبايل والسجاير. غور خدهم. سوري يا حب ان انا شكيت فيك. ايه اللي انت بتعمليه ده يا سماء؟ ما ترد. مبدئيا كده انا حره اعمل اللي انا عايزاه، بس انت بتقصد ايه بالظبط؟ السعر اللي بتبيع بيه البضاعه. ماله، ما السوق كله بيبيع بيه. انت كده بتحرق عليا. وانت حرقت قلبي. جايب البضاعة دي منين؟
وانت مالك؟ عايز تشاركني؟ انا ممكن اشاركك. اشاركك بأمارة ايه؟ بحبك. حبك بورس هو اللي يحب حد يوقعه؟ وانت يا اخويا ما قدرتش على السوق كله جاي تتشطر عليا؟ ما انا من السوق ما بيعش بالسعر ده. هخليك تبيع بالسعر ده. هجيب لك كل اللي انت عايزه، هجيب لك بضاعة، هخليك تشتغل. بس انت حن بقى ونحن. ايه مش وقته ولا مكانه؟ لو ده انت على طول مش وقته ولا مكانه. امتى؟ فين؟ ارحميني. ارحمني انت يا رب. الراجل ده مش طايقني ليه؟ ده كل الرجاله هتموت عليا الا هو.